نقول نتفق ان في اختلافات في الشخصيه كتير قوي، فاللي هو ابني كان من الشخصيات الخجوله او متواضعه شويه، ده مش هيبقى كويس ليه العدد كتير في البيت، عشان هو هيروح او هيميل للانعزاليه، فده عايزين نتكلم عليه. لو كان ابني من الشخصيات القويه او الشخصيات الجريئه هيكون حاسس بالملل، عشان خاطر هو حاسس ان البيت بيكبت حريته وهو عنده مهارات بره ممكن يعملها اكثر ذكاء هو مش قادر يعملها، فبيبدا ايه ده يطلع عليه في الام في البيت. خلينا نبدا بالاطفال. طيب انا لو ابني كان من الاطفال اللي سريعه الحركه بقى ومش قادر تركز في الاونلاين، كل 10 دقايق يقوم او يقعد، لو ابني مصاحب ليه حركه شديده ومصاحب ليه حاجه اسمها تشتيت انتباه، مش منتبه، بيقعد يعمل حاجه 10 دقايق او ربع ساعه ومشتت، فانا ابني عنده فرط حركه من النوع الاول، ده ساعتها هنعمل ايه؟ لو احنا خلاص مضطرين ان نقعد في البيت ناخد بالنا ابني الموضوع حافظه والالوان الصناعيه ونسبه السكر والشوكولاته والكافيين، الحاجات دي كلها بتزود فرط الحركه، مع اللي انا اقدر كل 20 دقيقه اخليه يعمل يفصل يعمل مهاره ويرجع تاني، يعني يقوم مثلا يوم ان شاء الله يقوم يقف يقعد تاني، عشان الدم مش ساعتها كل 20 دقيقه مش بيعرف يوصل للمسارات العصبيه، فلازم يعمل يفرش كده ويرجع تاني، ده لو فرط حركه. مع اللي احنا لو قدرنا نعمل اي مهارات حركيه، ينزل يجري بالليل، ينزل يتمشى، يطلع طاقه حركيه. لو كان ابني عنده تشتيت انتباه او نقص تركيز بس، فهو يعني قاعد في البيت مش منتبه الا للتلفزيون، ساعتها لازم اخد بالي ماده الميلانين اللي هي خاصه الماده البيضاء اللي هي الماده الدهنيه اللي في الالياف العصبيه اللي مسؤوله عن سرعه الاشارات العصبيه دي، هتحصل لها مشكله، فساعتها هلاقي مشكله في السلوك. يعني ايه في السلوك؟ يعني ابني بيكرر نفس الغلطه اكتر من مره، هو اصلا مش منتبه، عشان في مشكله عنده في الاشارات العصبيه، عشان الماده البيضاء، عشان انا بحطه قدام التلفزيون فتره طويله، فده بياثر على النطق، ده بياثر على المهارات اللغويه ومهارات القرايه والكتابه وعلى مستوى التحصيل الدراسي، فاخد بالي ان قل شويه مده التلفزيون. طيب ده اعمله ازاي وهو قاعد 24 ساعه قدام التلفزيون؟ ما عنده حق، عنده فتره طويله. ان انا دايما اوجد البديل. ايه اوجد البديل؟ يعني انا عندي مثلا المهارات اللفظيه، المهارات اللفظيه ده ان اخلي ابني مثلا يقعد نعمل حاجه اسمها لعبه الاسئله، لعبه الاسئله او لعبه القصص، لعبه القصص دي ان ابدا احكي قصص وكل واحد بيحكي قصص. فانا كده لو كان ابني من الشخصيات اللي عنده تلعثم فرصه احنا قاعدين في البيت، او كان من الشخصيات الخجوله، فانا كده بخليه عنده ثقه بنفسه وهو يبدا يحكي قصص واحنا نحكي له قصص. لو كان ابني من الشخصيات اللي حوحها او الزنانه دايما، فنعمل حاجه اسمها لعبه الاسئله، عشان الاسئله دي هو بيسالني ويسكت عشان يسمع ردي، بعد كده هو يتكلم وانا اسكت عشان اسمع رده، فدي اسمها لعبه الاسئله او لعبه الصمت. لعبه الصمت احنا هنعمل ستوب لمده 10 دقائق. طيب بعد كده لو ابني كان من الشخصيات الخجوله، فاحنا ممكن نبدا نعمل حاجه اسمها الاول مش قادر يعبر عن غضبه، فاحنا في حاجه اسمها المهارات الكتابيه، اللي هو نبدا كل واحد فينا مثلا يكتب قصه، نتفرج على قصه كاركتر بيلدنج، قصه نجاح حد، وكل واحد يكتبها، فيبدأ أعلمه إزاي ممكن يبدأ يعبر عن نفسه.